الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. من بعد قيبتي سدحات بانو سو قرني و رامكي سدحات ومكبلا بين والمعضل. قال الناظم رحمة الله عليه: والمعضل الساقط منه اثنان، وما أتى مدلس النوعان. شطر كواد البيت كان سددي تمناد وحقو ناظمك كوقي حي محا معضل ومقعبة. شطر كاللبات إيو أبيادة كدن بيسة لبادة أهنا وحكاها اللي محا لقمقعبة تدليسك. وحيري ناظمك والمعضل حديثك معضلك الساقط أي الساقط متك ودعوي اثنان لب منه إساق حقي إساق دعين لب الراوي بأس لدعي. بمعنى لب الراوي إنك بضن في موضع واحد هل مال وسنة كمد هدي كد عن منقطع على قمة على معضل لا بعشر دي هدو هدا أنت ميت كد أولك برتن كمد وكد آخر كمد كد معكم عابنا منقطع مركب لا بوا إنا وضع عن هدي من مين أيه مركب معضل معضل ك لقاهان وحي مركب قفك لطية ضال مركب كوي ماذا عم قفك وحن كوي ماذا أصلهان معنهم مركب وسيدو وماشى إلي هاي الشيخ عبد الله بن إبراهيم العلوي وعنان لهي إني روى معضل من راويين خالي فصاعدا لكن مع التوالي ساسا وعنان لهي بويري. مثال حلقة قد لقى حديثي حاكم سنة كيسة عن نبي أقاري كدين مالك وكوري مالك نقول له وحيسو قاري نبي هرير وير نبي صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. قفك مملوك إلى ليه وحو عني لها يوحو مرشيسان له ودركة ديغان لها أيو ليه يدو معروف ولا يكلف من العمل إلا ما يضيق. هولا نكبه كرنا لقنت الله مصرعه لقو ما كلفه. مركة الحاكم يقول: هذا حديث معضل عن مالك أعضله هكذا في الموطأ. حديث كما حديث معضله مالك باي عضالي الله بكرذي ساسا موضع كوخان ولك موضع قاد بيقول بدينهين أما معضل كو قاد بيقول بدين هاي. بمعنى ماشا حداد دارينتيت أما دي بيقول لابتيت لبرا وحريرة أي وحي كدعين مالك أبو هريرة انت أود حيس ووحاد عاي محمد ابن عجلان يأبي ما ماشا كما قال إذا سادرت المعضل مركا كون مقضل. والمعضل حديث المعضل كأها الساقط متك يدعين واثنان لبا هرواد دي سكامي دي منه إساقي كدعين مركز أوكا لهرمري انت مركو كبحي كدي بو هدان وحو نوقي حيا مدلسكي وحاجر مرك يركو روحان إلى معن عن إيو معن عن معن عن محوها حديثك معن عنا راويقة مدلس إيو مدلس مدلس وا حديثك تدلسكو كدعي مدلس نوا راويقة تدلسك لا إمانية. وحير ناظمك: وما حديثك أتاي من مدلسا حاليا ملة الليسيي أولا ملدهي نوعان ولبا نوع لبا نوع بكوي ماذا لبا بكو الشاقي مثل الدحاد وكتقي. الأول أي النوع الأول نوع كواد الإسقاط ريدوي مما ريديس وحده الهيدبا للشيخ شيخي أولا طوره كو إيو أن ينقل إنو سوغوري راوي عمن إنو كسوغوري أو كسوراره فوقه شيخي ككري بعن وكغوري إيو أن وكغوري عن فلان أم أن فلان إنجل. والثاني أي النوع الثاني من التلديس نوع لبعضنا لا يسقط راوي مرديو هو شيخي مرديو سيسو الدينية لكن إيه يصف كت المام يا إسناده إسناد كيسا وشيء خاص مركب وكورين وحو كت المام يا بما تلمام بو كت المام يا
تلبيه ما ما تلمان تاسو لا ينعرف أنو كسوع مين أنا الوجرانين ده به أما لا يعرف ما شو كده لا ينعرف أن قف كتقان أنو جرين به تلمان تا مركي أن عدي جرين المعنى قبل الإعراب سلام ده جد يعني أرتى معنى هل فهم أنت عن الإعرابين كهر هذا إذا صار كذا كي سمع إعراب وحبال اللقبينه لكن معناه محور ربا إنو كير هذا قتل ما مشيخة وحاجرة لو النوع وتدليس كأ كتب مطولات كان بسدح لكن لا بكو شيء تدليس لغة ما قعبة تدليس والتسوية التدليس لغة ما قعبة تدليس والإسناد كلمة ده التسوية وحبال السيمية يومئذ يودوا الذين كفروا عصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض إن لا لسمه سوى يسوي تسوية تسوية محل لجيدة راويا شيخي سأيو حديث كورينية محلوصا ماني أمركا راوي ضعيف أو أدحي لبر راوي أو ثقة مثلا أدكدك مثلا وحن هنا شردون او ثقة وحن هنا ما أرقتي نور او ضعيفة ليبان او ثقة كذلك مثلا انا كوري نوحا لا يحدثني مثلا شردون عن ليبان نور بك التقية لكن ما ديك راح حدثني ما ديك لان شردون اي ليبان موضع كل من ما دام انا كل من حوصة ما ينايا ننك ضعيف كي لابد الرأي قول لحيو الثقة أيو الربائنا اللي قبرا روغين وطوريا مرك فهمنا سواما وطوريا إذن لكن لابد أنن طبق أهان مرك الله أبوحو شردوني الليمان ويوضو كلمان وضاد اسكو الضبقاء وأن حتى شك ير إن نبقى نسوقي لكيرين إنان يكلمان مرك ننك سمين وانين آدي أدو عقل بضان فرسمضان كفي عن وحسد عدافيني طيب مثلا وحيش يقان أشهر من كان يفعل هذا نينك اللغة بقية من الوليد بقية نينك اللغة معابة هي أوعى سنة إلى علماء إيره هذين أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية بقية أحاديث نظيف ما هنا اسك إلاله أحاديث بقية ليست نقية سافي ما فكن منها كأهاو اسكجر على تقية حذر كأهاو اسكيلالي بيديه جرين طيب مثال أهان هذا سوق هذا ابن أبي حاتم بأوحو لي سمعت أبي مركا وحو شيء حديثي وري إسحاق ابن أراهوي إسحاق يكوري بقية يكوري محو لي حدثني أبو وهب الأسدي عن نافع عن ابن عمر حديث الشيخ حديث وامحي لا تحمدوا إسلام المرء حتى تعرف عقدة رأيه قفك كان وحا أقنتن إلا لا يؤق هذا ها بها كفر حينو بمعنى ها كم هذينين إسلام كيس وعليها أبه بأوحر هذا الحديث أركي سانو إنشاقي له أمر قل من يفهمه شأني أن عد فهمي كرتاي ذاتك فهمي يريهم باجي يعني لما أقول فهمي كرو معايا الحديث كان وحاوري والحديثي عبد الله بن عمر ونثقة عبد بن عمر وكورنا إسحاق بن أبي فروة إسحاق بن فروة ضعيف إسحاق بن فروة وكورنا نافع وثقة إذا وحن هنا عبد الله بن عمر وثقة يوحن هنا نافع وثقة أودحي إسحاق بن أبي فروة ضعيفا هنا سنة كسؤوس عبد الحسوق بيشوفنا عن ابن عمر عن النبي طيب هذا حديث يعني مركز دي بيقول لابتد عبيد بن عمر عبيد بن عمر نيك الليه كنيو ليا كنيو دي اسم حلق مقعبا أبو وهب رير أهان هلقو كسو جيدا أسدي حسمي مركا نين كان بقية ليا حدو يرى عبادة من عمر دادكو يكون برارو كان صاما أبو فرسن بي حسمي كنيو دي سأيور أبو وهب بير ما ديهن إسحاق بن أبي فروة إسحاق بن أبي فروة هدي وشاقو مركبو لقو برارو كان نين ضعيف والي مركا أبو وهب مركا لشاقو لقو برارو كان نمبر لبا هدانا أسدي ويري إلا مرق وحلقة ذات كنيسان نسبة إراركو كبدا شيء ترسيميس إنا مركب لقو براروي لكن يحيري عرنكاس لقو براروي بل ابن أبي حاتم أبو حاتم
هذا يوصل ليه لها حدثني عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن أبي فروة عن نافع عدوله لها مركب ولا فهم لا إسحاق بن فروة ماشي يقول جلسان كبير ضعيف لكن أبي وهب يبالغوك هلا قرب مركب ماشي أسعد مركب أبوه إذن واتنو لي هاي أن ينقل وحطور يا شيخي وماشي كرديا طوى وجه وجوه ذا كم ذا شيخ وطور يا لكن نوع على بعض هذا مثال كان بين مامح لكن لا يسقطه نوع على بعض مثال كان هذا بحنوة لكن لا يسقطه شيخ وأدينيا لكن محو كيالة ماشي كسم إيه يصف أوصافه أن يكنيه بكنية ينسبه إلى نسبة معينة ما البؤتيرين بما به لا ينعرف أوضتك آني لأن كما عام بهم كما شهر ما يقال قفك يقال ملا أوضتك على مقع فرسون نوع على بعض نوع على مركة وقيبت على بعض والثاني ونصوهر مرين نوع على بعض راوي قف وحكمق لجري يحبو كمق لجري كما ديك مثلا شيخ نور وح أرض أها ليبان مر بوحو كورين جري لكن هذه المرة رواية وكورين وحو ليبان شيخ نور كما قلي ماها الكافيري كما مقل مركب حوس سمعنا يا مركب هدوي هذا حدثني هدوي هذا بين بصوب بحيس مر هدي لقوا قاعد أنا والله ضعيفين يا مركب حوس سمعنا يا لفظي بوحو لا إيمان يا أورا عن أورنتي قفك كيني كرت إنه كم مقلي إنه سن كم مقلي وماش إليها وأن ينقل عمن فوقه بعون أن معناها سكلوي مثال حديثي نسائي في عمل يوم والليلة سند كل بطريق بوكيم أبو الزبير عن جابر أن كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ كل ليلة أو لا ينام كل ليلة حتى يقرأ تنزيل السد وتبارك الذي بيده الملك حديثي أها النبي مسيح عن جنيه الله بضعك أقريب كذب هذا نوع في سنة كلا قال زهير بن معاوية وإن سألت أبا الزبير أيام حمودي أسمعت جابر يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ الف لام ميم تنزيل وتبارك ماذا مقلي إن الرسول كسيح عن جنيه الله بضعك أقريب مركز سير ليس جابر حدثني جابر ما أنك ورك أي شيء لكن حق أي شيء صفوان وأبو صفوان أرك يعني جاب مركو هرن رواية دارك سيدة أقرنتها عن أبي الزبير عن أبي عن جابر عن أبي الزبير عن جابر لكن واحد نوصل بهذا أبو الزبير إجابر إنه قلت حيانين لغو مقعبة صفوان لما برارو كرا مركا مركا صنوع تدليس كمدو وقال نحن نكون قرابا كرا بضنا ضد كرابين وحسد دافيان لكن جهبذة العلماء جزاهم الله عنا الإسلام خيرا ويعمر قشيهن الباب هذا الله فريس مركي ولا فهم نوع سد حد وحلو مقع تدليس الشيوخ بمعنى الشيخ بيوحي وكورينا حديثه وكم مقلي أما مركا مجي عيسو كشيغي أما كنيديسو كشيغي أما أبترسيمو كشيغي أما تلمانبو كشيغي إساقو كالليحانا يا مركا يعني في هذه الحالة مقعا مقعا لقدتك كوي قانان ما هو حلقا يعني من اشتهر بكنيتي إنو كوينا قعا بحلقا يا أما وكوي كشيغي يقفكي ما دام اشتهر باسمي وقرينا يا سي أنا ذاتك أنا أبو براروين وعلى مثال يا هذا الكأب أبو بكر بن مجاهد هو أحد أئمة القراء وحولي حدثنا عبد الله بن أبي عبد الله يا وعبد الله بن أبي عبد الله جالس وحول جدا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني ولذلك قفك أن أقول إنك عبد الله بن أبي عبد الله إنك أن أقول أبو بكر بن أبي داود السجستاني أما أبو بكر بن أبي داود السجستاني إنك ما أقول هذا الكوكا قرصومي ولذلك ابن حجر العسقلاني كتاب أدعو قرح بدم بله ومجع والتعريف وأهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتقديس كتاب أدعو ير ويرى أتقو أقرن كرت النفس الساعة كجبي حكرت درجات فرب بدم بمدلسين تقصم بينها حتى الإمام البخاري حتى كان مجلي يعني وشيء حتى من دلس مرة واحدة من دلس مرتين قف مهنة كبكتي قف لا تقبل أحاديثه إلا إذا صرح بالسماع وحبذ مرك شيء إذا مرك أنواع ذاوي شيخ مرك أنقص الله بنه هذا الكونوش شيقي وحليه الأول وما حديث أتايمد مدلسا حاله ملة الليسي نوعان لبنعوي الأول كان أبوها الرية الإسقاط ريدوي للشيخ للرذو شيخ وكتورية محيلة يا مرك وأن ينقل إنه مرك سو قوريو عمن وكسو قوريو فوقه فوق الشيخ شيخ ككرية بعنبو كجسو جورنا وأنبو كجسو جورنا. سيدا مثلا هذا حديثي
أبو زبير مركو جابر كورني أو صفان أبو صفان بعود حياة سامة بيحلم بيه. والثاني كان لما لا يسقطه ما بريده تيس أقدينه لكن ها لقول نقي صفه وكنت المامة إسناده وحكس وعنان لهيت حكو قرن نسخ ذاك لكن يصف أوصافه يعني كم عايزين قرن أوصافه عايزين قرن إسناده هذا أن كسو علينا كتاب كيسي ولا قفي عيني هاي وبمعنى لكن يصف وكسفين أوصافه تلمام ياشي سو بما بو كسفين لا ينعرف أنو كلا سوء مكرين أما أنو كسوء مكرين به إساق إن عرف كاس وكدق انفعالك وكو كان بمعنى أي لا يعرف به أن لو أقون سنين أما لا ينعرف به أنو مركا كسوء من إنا تراد مركا أوصافه باس أحسن إسناده هذا ويسي أما طبعا أنو إسي سوى لقوانك سيئي معناها طاسة مركا طبعا أن ضدك هيستحق برا رجين أخطاء فربضن بكل جرتة أنت هدا أن أركي أخطاء ذو مركب وبضنته ونوع هدا أن تلماني أو آن نري وحلقة إنه كوني إيه مالك على مركب هذا تدليس كمرك باب كيش أنت هو أنت مركب كيش وجود مكدب وحنو قد بينا وما يخالف ثقة فيه الملا فالشاذ والمقلوب قسمان تلا إبدال راوي ما براوي قسمه وقلب إسناد متن قسمه شاذكة مركي أنك أفكك صعب بخندي ومركي أن شرح إن شروط الحديث الصحيح ولم يشذ بأن باكانتي إن دول استنقن شاذكة مركي ما دام أن صوت شرحني وحان نري شاذكة وحلقوا مقعبا قف ثقاء قف كف قيسنها دو خلافه حديث كي سوى شاذ كان كف قيسن وخلاف كان حديث كي سوى محفوظ أما قف ثقاء دو خلاف جروب أو أما إستجه الله من نقدان أما هكسر يعني هدو خلاف حالا عديد كسوة شاذ كذا نوا محفوظ عكسي عن كل شجني ضعيف هدو يهاي هو خلاف الثقة حالا ضعيف كوا منكر كان كلا نوا معروف عن رزومة وأتن مركو وما حديث كي يخالف هو خلافه ثقة ثقة به مس فيه عيدين قرن فيه بس أحسن به بقرية وما حديث كي يخالف هو خلافه ثقة روح ثقة به أي فيه وكو خلاف الملأ كوح مركو كو خلافه فالشاذ شاذ كاستاذ شاذ أيا لقم قعبة هذا دركتان وحان أقرنا دبعا هانتيني نكدو انتهى إي شاقة محالة دبعا دان سان كبرة رجل خلط باكو جل وما حديثي يخالف وخلافه ثقة روح ثقة فيه حديث الملأ وكو خلافه جروب وكو خلاف فالشاذ ماشي حد ريمي سوى نظمي نظم يقول مختصر وعوش يقول كل مخالفة الثقة لجمع من الثقات لكن مش يقول مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه مش يقول مركتان قد درسه مثال هان حديث كثقة كوري يسقو كو خلاف من هو أرجح منه حفظا أو لجمع أكثر منه عددا كو خلاف وعلى من الحديث ابن ماجه وريسننه مجلد الكواسد حبق الله تنيكو حديث يمحوها حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن أسامة بن زيد عن عثمان بن عمر عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف إلهي ملائكتي سبحي أدعيا صفف كوذي ملك حقين تعه حديث نوح لا يهي مرء تلمامي طبعا نوح لا يهي إسناد كيساسو رق ورين وثقات كو سيدا كم موقتا وإنه صحيح لكن متن جيسا وحا خلدي أسامة بن زيد با خلدي أوحر بلفظ على ميا من الصفوف بينما جمع من الثقات أي خلاف أوحر كوري على الذين يصلون الصفوف على الذين يصلون الصفوف إذن أصل كحوها إلهي ملائكتي سوحي كسلنا كو حريري الصفوف معنو صاصوها لكن إذا كان حريري على ميامن الصفوف طبعا فروه بلفظ جماعة أي مركة بينما خالفه جماعة الثقات أي خلافه وصاصي مركة كوري ولذلك المباب البيهقي مركو صننت مجلد الاتحاد بقل يسدح يسوقه شذوذ كتمال وهو المحفوظ بركاسة محفوظة لكن كالشات بلغو مقعبا عند مركب بحدنا وحنوجد بينه حلقو مقعبا قلب والمقلوب كيل الرغي قسمان والله وقيبوضو تلا كارعة
قسمي كواد وامحه الأول إبدال راوين راوي بدل كي إبدال راوين راوي إن لبدله ما براوين أي مكان راوين راوي كلا بوسكي سلو بدله قسم قيب وي إبدال راوين راوي أول بدله ما براوين أي مكان راوين راوي كلا بوسكي سلو بدله قسم وقيب كو وقلب إسناد سند أول الرجو لمتن متن آن ولهين الورك والورغنا قسم وقيب هذا نحو النوع تعريفي ما هو المقلوب مقلوب كمركة وكان معناها نوت المام طيب المقلوب لبقي بكل شيء قيبتك هو يعني راوي ما براوي هي قلب إسناد لمتن لكن أقسامها إن شاء الله ونوئي منظر مثلا حلم إذا قلبي كمركة ولي هاي راوي مثلا ماشي عائشة هاي بلو بدل أبو بكر حلو بدل أبو معركتي أبو هريرة أمال أبو هريرة ولي هلو بدل ابن عباس صحابة مشكلة معها لكن قلبي بكجرة في صحابي صحابي دي لو بدل لعفي أنا أول ولي من لكن تابعيني مركيهين بدل أما حلقة يا با لفظي أن ماشي كقرا مثلا مقع وحب أنو أهو محمد بن عمر ماشي لقدي الهاب وحكد لي عمر بن محمد مقع به مقع عباه وكد كان ويلك كان ويلك نحو كده كان أبا معناها سكال وصورة قل وحلق يا أبا سند كان أوح لقول ركبي متني كلا أنا متني سند كلا لقول ركبي تانا ولا ميت معناها سوي مثلا هذا إير عن 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 دول استأجنو ما مرق غاركي وحلق يا قلبي إنه نقض في سند الإسناد سيدا مثلا حديث مروي وحلق وري كعب بن مرة راوي أنتو قلبا ماشوا ليه لها كعب أو أبيه وياها مرة كعب بن مرة بروح ليه هاي مرة ابن كعب ومر قال كيو حلقة يابا متنقب إنو صغل حديث سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظلهم حاكو جير ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله ما هو حلقوب بحيا قعنت بحيا ولا قعنت بحيا قعنت بحيا وحلقوب بحيا مرك قلبي بعد حاجة متنقب طيب أما سند إيمانك هلا إن لا يشكرك بس إذا قصة دي أي شيئان طبعا إنك الصدد كقاركي ورأي جليين لكن قصة دا الإمام البخاري لقى سوحي كتراب بغداد مركو أتك أهل بغداد وإقربين إنا امتحانا حفظ جي سواتي بقل حديث لو كيانا مركها صاوحة لس دا في حديث كان سند كيسة وحديث سند إسواتة سند كالغا سوقة الحديث كان بالغور ركبه كان سند كيسة الغادة كان بالغور ركبه مركها صاوحة لسو دي وتوانن مد باي ماذا وكد الأقرياء اليوم البخاري لا أعرف مد كلاي ماذا لا أعرف مد كلاي ماذا لا أعرف مركو قدام يكدي بروحي لحديثة يقود الأقردان وأنا دبدا بقص حي أقعد سنة كي بأقرية حديث بس سنة كي سدب وعلي وماشي إليه اليوم البخاري منذ ذلك الوقت ومركي حفظي مرك الله اعتراف إذا قلبي بقص مبين قلبي يقول لا يجوز بحال من الأحوال إلا اللهم للامتحان مرك قفك الامتحان اللي ربي حفظي جيسين لو قال الإمام البخاري كل عضو كلمة وجائز مرك أنوسو قدون الحلة والمقلوب وكيل الرقي قسمان اللي بقي بود وي تلاوح وراعي كيل صوشي تلاوح تمام البيت كي إبدال راون راوي بدل كي ما براون أي مكان راون راوي كالبوس كيس اللي بدله قسم قيب وي وقلب إسناد سند أول الرقو لمتن متن كالالورقو انت سند كان قاضي متني آن ولهين آن كل ركيبه قسم قيب وي تانا والله وقيبه انت مركز صباح كدب بقى نحن نقلينا وحلقه ما قعب الفرد فرد يقول له قد أسلده كم وقته تفرد وحلقه قهر نقضوه وحولة والفرد حديثي فردي قاها ما حديث وي قيدته أدكو ضبرتي أدكو حرتي أدكو قيدي ورسركتت كقدك بثقة ثقة وأتر ما رأى هذا الحديث غير الثقة الفلاني هبل من وحكة المبودة أو جمع أو بجمع جمع عدكو قيدو أتر حديث كان مور إلا أهل بغداد أم أهل بصر مويان أو قصر أم قابين على الرواية الرواية أتكو قابي سوت الرواية دان بان كليه هنا يعني علم أضوحي الشيخان فردوا قلوا من عبوية من نوع مطلق من نوع مقيد كان مطلق ووحي هل ثقة أبوري ثقات ككلمين وري سي كليا الهيا سي حديث عمر بن الخطاب مركو ويجي أبا واقدا الليثي
ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأضحى والفطر. رسولكم محو أقرن جري محو أقرن جري مركي عيد الأضحى عيد الفطر محو أقرن جري مركا شري قاف القرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر بو أقرن جري. الحافظ العراقي مركو حيري هذا الحديث مركو سوء روري رواية ضمر بن سعيد المازني بيكسو أرارتي يسوء كون عبد الله ابن عبد الله ابن أبي واقد الليثي عن النوي عن النبي. وهذا الحديث لم يروه من الثقات إلا ضمرة. الثقات كده مر كديم الله والله بتو ضمرة أمبورية وجوه كلواي جيران بير لكن كلها ضعيف. إذا نحوكو قيده ثقة كلي والفرد مركة نوع كوات ونوع عن هذا عن تلماني اه ان ثقة امك الوقيدة فردي كلف نوع كره مقيد مقيد مرق على بنو ان عنده اهل بلدة معينة كحديدة مثلا يعني انا مهم ايما حلقة بلاد كان لقوري لكن كان ام با ايم بغضة مثلا حديث مسلم صحيح وكوري عائشة والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهل وأخيه رسول كوتش كذا لماذا إن الم بيضاء مسجد كوتش كذا سهل ولا الكيبة. حديث يوم حول حاكم أهل مدينة أي حديث كان لقار نقضي رواد حديث كوريدي أردنا وأهل مدينة وحاس جل سنة كلام موسى بن عقبة لجوري وقلي عبد الواحد ابن حمزة وقلي عبد الله بن الزبير وقلي عن عائشة كلهم مدنيون عدك لو لو ذاك تملا مركم حوس سميه قيد بو سميه مركم معناه ووصف وحكم كمان الله نبي. أما إنه يرى هذا مثلا راويا ميان عدك لما ورين إياه أي بنان تهي إن تدك لأي وريان تدك لما ورين كرا لكن راويا كلي أيوه مركم كو قيد سيد الحديث كي ترمذي أبو داود با يكون طريق من سفيان بن عيينة عن وائل بن أبي داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس ولجيدة أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق أما وتمر ومركة وليمة ومركة وقال حديث ومشوا إليه الترمذي وحديث مركة غريبة إليه. إذن نوعا كان للي هي فردية مقيد كا قيب كمذا غريب كأن صبر أني أحلك وضلها أي نقاني هذا الله سعادة معناها نقاني. والفرد حديثي فردية ما حديث وقيته أت كجاريش أت كضبرتو أت كحرتي بثقة ثقة الحديث كان ثقة هبل موين عد كل ورد ملا أو جمع أو بجمع كوحة أهل مدينة من أهل بصر من أهل كوفة من عد كل موجود أو قصر أما وقابين على رواية الروايات دان أمبو حديث كوي متسد حذاس لبعض النوع أمبو مركب نقول كلام أنت مركب بحكيدي هذانا مركي أن قيح إن حديث الحديث الصحيح طبعا صوت المان ولم يعل علة دو مركم حاهد أفكان كسوط بفني وحولي وما حديثي بعلة بسبب علة علة سبب تيد علة داسو غموض مول أه أو أما سبب خفاء يعني وحو ربع إنو تلمام علة دي بعلة بسبب علة علة داسو غموض أي قرص يعني مول أه علة هوس جرت أو خفاء أما قرصونا ذي معلل بالغم عميد لعلي عندهم أي عند أهل الحديث الحديث أكتو ذا معلل بالغم يقان قد عرف ولا أقوم سأرنك أي سقع أكتو ذا بأي قانان وعن صوت الماني
xadiidka cilladda ku jirtaay sanadkana way geli kartaa, matniga way geli kartaa, iyadoo muuqaalka sare marka laga eego uu u muuqdo inaanu problem qabin. Laakiin cilladda iyada waxaa laga yaabaa inayba dhaawici karto xadiidka. Waxaan soo tilmaannay amaba aan tilmaamaynaa waxaa lagu magacaabo cilladda. Noocna waa daahiro, dadku way ka wada simeyn, noocna waa qarsoon tahay oo aan niri meeshii ragga ay ku kala tageen waa intaa. Yani maalan waxaad arkaysaa mamar qaarkii gaariga haddii taayarka uu duleelana ama u banjaro, nin walba wuxuu dhihi karaa taayarka la bedelo. Ama noocan ma markay muraayadda ay jabto nin walba u muuqataa. Laakiin gaariga ninka makaaniga ay yaqaan ishid unbuu ku leeya dhawaqa markuu maqluule meeshaasa laga haya. Cilladda marka muxadiiiintu waxay gaarsiineen heera bimujarad maa yasmac alxadiid alfaadu xataa kala dhexbaxaya inay wuxuun markaa ka qarsoon yihiin ama wuxuun si ka yihiin. Alxaakim isagu fii culum alxadiid wuxuu ku sheegay 10 jinsi uu sheego cilal ah ayuu markaa tilmaamay oo waana meesha keliya fii cilmi alxadiid ascabu baabin oo qofka suga fanu alxadiid loo daynayo. Waa meeshii addaaraqudni, waa meeshii alimaam albukhaari, waa meeshii jahabidada runtii ilaahay subxaana wa tacaala uu wax badan markaa ku tusay. Ciladu sanadkay geli kartaa, sanadkay geli kartaa, madnima way geli kartaa. Marka sanadka ay geli karto xadiidki yacla ibni cubayd ee thawri uu ka wariyey, isna camr ibn diinaar uu ka wariyey, isna ibn cumar uu ka wariyey isagoo marfuuca albayacaani bilkhiyaar, waxaa wahmiyey yacla markuu ka wariyey sufyaan athawri oo camr ibn diinaar ma ahayne wa cabdullahi ibn diinaar. Camr ibn diinaar buu ku sheegay cabdullahi ibn diinaar. Idan marka qaladkan galay baa lagu cilayey. Ama wuxuu noqon karaa xadiidka cilada xagga waxay kasoo geli kartaa matniga xadiidkii nafinayay ama diiday nabiga in bismi illahi raxmaan raxiim salaada lagu aqriyo oo kale ee laga wariyay anas. Xadiidka isaga riwaayadda uu alimaamu muslim la fardi noqday oo la gaar noqday fii saxiixi waxay ka timid min dariiqi alwaliid ibn muslim bay marka ka timid. Culimaa fara badan oo aimadii sidii ashaafici haddaad dihilayd addaaraqudni albayhaqi intuba waxa ay leeyihiin waxa ay tasriixinayaan inaan la aqrinayn, bimacnaa waxaa tasriix binafyi qiraa'ati albasmala oo xadiidka ka hadlaya waxay leeyihiin raawiya min hada alxadiid ee ku jira markuu maqlay qowla anasin oo sallaytu khalfa rasuuli illahi sal alay slam wa abi bakrin wa cumar wa cuhmaan fa kaanuu yastaftixuuna bilxamdi illahi rabbi alcaalamiin. Markuu sidaa maqlay buu raawigu wuxuu mooday in nafyi qiraa'ati albasmala loola jeedo. Marka fahamkiisu uu ku wariyey isagaa gafay, marka hadduu gafana macnuhu marka waa sida. Marka xadiidkan waa tan ee keentay almaami shaafici inay yidhaahdaan raawigaa qalday. Idan marka waa nooc cilada ka mida, waa markaan sida mithaalkaas marka aan ku dayn. Waxay ahaataa ciladu sanadkana way gashaa, matnigana markaa way gashaa. Intaa markaanu kasoo gudubno kadib baa waxaan u gudbayaa haddana wadu ikhtilaafi sanadin aw matnin mudaribun cinda uhayli lfanni wadu ikhtilaafi sanadin sanad iskhilaafkii midka u saaxiibka ah aw matnin aw du ikhtilaafi matnin matni iskhilaafkii midka u saaxiibka ah mudaribun mid isbaraanbaray baa lagu magacaabaa cinda uhayli lfanni fanniga kan oo xadiidka ahl yarowgiisa waxaa lagu magacaabaa mudarib baa lagu magacaabaa. Xadiidkan wuxuu rabaa inuu beytkan wuxuu rabaa inuu noogu qeexo maa huwa alxadiidu almudarib. xadiidka mudaribka waxaa lagu magacaabaa haddii xadiid uu yimaado can dariiqi raawi waaxid ama ruwaad kala duwan, laakiin awjuh kala duwan uu ku yimaado, shardiga kale xagga awooddana ay wada siman yihiin, shardiga kale oo ay adag tahay in la kala xoojiyo, la kala arjaxo ay adag tahay. Maxaa yeelay arrinkaa wuxuu muujinaya isbaraanbarka meeshi min iskhilaafka in meeshaasu ciladu ay jirta xagga xifdiga. Maalan nin baa wuxuu yihi saama rasuulullah sal casharata ayaam, mid kale wuxuu yihi thalaata ayaam, mid kale wuxuu yihi arbacata ayaam. Haddaan kala xoojin karno, kala arjixi karno, aan dhihi karo maalan waxaa wariyey shaafici liiban iyo nuur, okay, haddaan ogahay inuu awhaq u yahay nuur waxaan leeyahay labadan waa daciif, tan nuur asaxsan, marka sheekadu way dhammaatay. Laakiin saddexdada hadday ayin kana thiqa kana thiqa kana thiq, wadadan raacay kulli waa isku wada mid. Markay isku wada mid noqdaan oo jinjin noqdaan oo xagga awoodda ay ka wada simayin midna midka kale aanu ka hoos dhici karin, marka waxaan leenaha kulligood waa daraab wey, way isjiiraan, way isku dhaceen, madaxa isla galeen, mudarib wey. Macnuhu marka waa sidaas wey. Idaraabka sanadkan wuu galaa, matniguna wuu galaa. Markuu sanadka uu galayo waxaa ka mid xadiidkii abu hurayra idaa sallaa axadukum
فليجعل تلقاء وجهه شيئا مركين مركين مركو تكن وجهي شو حد يكتب هدوسن هلينا قل هتاكتو هدوسن هلينا دي المها جحظة ما حيا له قفكي صهر مرأي وحمد دبي حديث يوم حلمد إليهن وحال سو خلاف إسماعيل بن أمية إنك لو مقعب اختلاف ربضان قارب أوحي إليهن استقال لقوري عن أبي عمر ابن محمد ابن حريث عن جده أبوه حريث وأبو هريرة قالوا حليل ماي السجى عن أبي عمر ابن محمد ابن عمر ابن حريث عن جدي حريث ابن سلم عن هريرة وقيل وقيل سيد اللو ذا بقرء طبعا قال مكان مقت ولذلك بعض العلماء ويكمدها الإمام النووي ابن عبد الهادي صاحب المحرر وغيره من المتأخرين حتى قار يقارقر دكر المتأخرين تكمد ده ما وحي كتير من حديث كان مضرب وسند وما دام مرنا أنت مرنا أنت مرنا أنت اللي يري هدي مثلا يرى عن عائشة ما يهدن إلى أبو هريرة مر هدي له هبل مضرب السند ما تري نقول نقول كان حديث شريك شريك اسمه وكوري أبو حمزة اسمه شعب وشعبي وكوري اسمه وكوري فاطمة بنت قيس مركي النبي صلى الله عليه وسلم زكاة اللي ويدي إن في الأجر إن في المال لحقا سوى الزكاة مالك روحه كجر حقا زكاة هين وعلي هاي ونماجع حديث روحه الجوري ليس في المال حق سوى الزكاة حديث يعني وعلي مالك روحه كجر حقا زكاة أهين حديث كان نوح إليه مالك كمجر حقا زكاة أهين حق عراق مركور هذا الضراب حديث موس برام برام مضحو اسكو لفتي لا يحمل التأويل التأويل مركا ما أقبله إن يرى هذا مرنا مالك وحن زكاة أهين لقم الله مرنا إن يرى هذا مالك زكاة وحكا صهراء لقول ليه وحس ديده